وتيم هاك آه هاي بانانا كادو من عندي شرف مراكش هاي. هاد الفيديو هو جزء من واحد السلسلة ديال الفيديوهات كنوثق فيها كيفاش غادي نستعمر هاد الخريطة بالجرافيتي. بقى معايا وشوف كيفاش غادي تولي هاد الخريطة قبل من 2024. حنا باقين في التيران ديال الرجاء واليوم غنزيدو ما تيسر من المترويات باش نافونسيو في التشالنج. اليوم ما غاديش نصبغ بوحدي حيتاش معايا طادس وسيل ومعنا حتى الدراري اللي مقصرين في هاد التصيصه تيديروا لنا الازعاج مرة. صراحه حنا اللي تنديروا لهم الازعاج حيتاش التيران ديال الكره حنا اللي متطفلين. جانا عمو عجبو هادشي اللي تنديروا وقال لينا غنصبغ لكم شويه. خلاصه القول فهاد النهار زدت جرافيتي وثلاثه تروابات سريعين. المسيره راه طيبناها جرافيتي. وباش نساليو التشالنج غادي يبقى لينا غير 37 متر. اللحظات الاخيره الاصدقاء النصر يلوح في الافق وقد تندمون يوم لا ينفع الندم. تهلاو.